مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. شارك أسامة مروان بارحة فيديو على يوتيوب واللي كان فكرة من أفكاره المجنونة اللي عودنا عليها دائما، واللي كانت فكرة الفيديو محاولة أسامة لتجميع أكبر عدد من الهدايا ليهديها لمتابعينه بنهاية الفيديو، ولكن الهدية الأخيرة ما كانت عادية، حيث اختار أسامة مفاجأة مساعده بالمونتاج والأفكار MK بسيارة خاصة به للشكر على مجهوداته اللي قدمها للقناة. فشو رأيكم بمفاجأة أسامة لMK؟ وبالحديث عن أسامة مروة، فهو متواجد حاليا بإسبانيا، تحديدا بفالنسيا، لحضور مؤتمر أقامه اليوتيوب هناك، وحتى نور ستارز متواجدة هناك حاليا بالمؤتمر، ولكن ما شفنا لقاء كل من نور وأسامة لحد الآن. أما غيث مروان فهو متواجد حاليا بالمالديف رفقة أحمد الشوبكي، فعم بيشاركوا مغامراتهم من هناك عبر ستوريهات انستغرام. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وموز وجوز، يا عمري صباح اللوز. اما بيسان اسماعيل فحتكون ضيفة كارول ببرنامجها بموسمه الجديد، ومعروف عن كارول اسئلتها القوية والصريحة جدا، والجمهور عم ينتظر رد بيسان بهذه الحلقة عن جدل وإشاعات انفصالها عن أنس الشايب ورأيها بذلك. أما أنس فاختفى من على السوشيال ميديا لعدة أيام، والجمهور عم يتساءل عن حالته حاليا. أما قمر الطائف فاسترجعت حسابها على انستغرام من بعد ما تبند لعدة أيام ولعدة مرات، ولكن اختارت عدم التفاعل عليه لحد الآن، بل شفناها ببث مباشر على تيك توك، واللي علق عليه الجمهور وبشدة هو صعودها بالبث مع صلاح كسواني واللي بيكون صديق حسام السلاوي المقرب، مما خلى البعض يعلق عن إمكانية صلحها مع السلاوي من بعد الخلاف اللي كان بينهم قبل أيام. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما أحمد وصبا فأعلنا رسميا عبر ستوري انستغرام عن تحديدهما لموعد عرسهما رسميا، واللي رح يكون قريبا جدا، فلسه ما أعلنوا عن التاريخ لحد الآن. فشو رأيكم بهذا الخبر؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. في خبر حلو يا جماعة، إنه حددنا موعد العرس. نازل كوبلز مع بعض. والله ما والله بدون ترى تجربة، هاي أول مرة كرنج البلغة. هو بصراحة بس حلو.